بالنسبة للبنك أنا يعني قلت لحضراتكم فيه ونأكد إنه مع أرباح البنوك وإنه ما جاءت عليه الفتوى إن أرباح البنوك حلال، وذلك بعد مسألة تطور الشكل المعاملات البنكية والقانون اللي بيحكم المسألة دي، قانون البنوك لعام 2004. فيعني الناس لازم يبقى في رعاية لما أجي باخد الناس اللي هي حتى بتحرم على الناس، ده لازم ما يبقاش في انفصال وانفكاك عن الواقع، لأن احنا كده بنكلم الناس بالأعاجيب. الناس دلوقتي جايب فلوس، الفلوس دي عايز يستثمرها، هنروح بقى هنفتح أبواب للي بيتاجروا بفلوسهم ويضحكوا عليهم والمشاكل اللي الناس بتقع فيها. لكن لما بقول له انت خد فلوسك وانت فقه الأمة، ده لازم الناس او اللي بيشتغلوا في العلم ينتبهوا لمسألة انه فقه الأفراد في مسائل خاصة بهم فقه الأمة، وازاي يبقى فيه مواءمات بين الاثنين، وخاصة انه هذه المعاملة وهذا الشكل في مسألة النقود ليس هو الحال اللي كان موجود عند النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهاد الفقهاء فيه مستمر الآن. اما اجي اقول للناس لا، اصل انت لو حطيت الفلوس في البنك فلوسك اللي بيجي لك ده حرام، ما هيعمل ايه بالفلوس؟ هياكل وشه. واذا كان واحد بيطلع المعاش بياخد المعاش بتاعه يحطه ويتعيش من الربح اللي بيجي له، احنا اشكالياتنا في الالفاظ اللي بتتقال، يقول لك فايده وهي استثمار، انت بتحط فلوسك بيستثمر لك هذا المال وانت بتنتفع بيه، والنفع متبادل، وهي من باب وتعاونوا على البر والتقوى. انما يركن الفلوس جنبه وهي بتخسر وقيمتها بتقل وهو لا ينتفع بيها، وهو مش كل الناس دي كلها هتبقى تجار وتشتغل بالتجاره وتجد معاملات رائقه بالنسبه لها تكفي احتياجاتها، وربما لا تجد الامانه الكافيه مع احد الناس او بعض الشركات الخاصه اللي بتتعامل في هذه الامور. فنقول للناس بقلب مطمئن ضع فلوسك في البنك مفيش اي مشكله، وانتفع بالثمره اللي تخرج منها ولا شيء في ذلك، ونسال الله السلامه، نسال الله السلامه.